السلام عليكم متتبعي قناه فيزا فواج ماروك، مرحبا بكم في فيديو جديد. سمحوا لنا كنتعطل عليكم هذه الايامات لاسباب خارجه عن ارادتنا، ما بقيناش كنديروا فيديو كل نهار تقريبا باش نفيدوا المشاهدين، ولكن مره فاش كنلقى شي وقت راه كندير فيديو باش نقدم شويه ديال النصائح. كنت كنهضر على الوثائق وديك الشيء، دابا نبقى نهضر لكم النصائح ومعلومات اللي تقدروا تستافدوا منهم ملي غادي تدفعوا الفيزا ان شاء الله. اول خبر غادي نبداو به، هذا خبر خايب شي شويه بالنسبه للناس اللي ناويين يسافروا. كما كتعرفوا المغاربه اللي ملقحين بسينوفار غير مسموح لهم باش يدخلوا لاوروبا، الدول الاوروبيه خصوصا فرنسا، لسبب هو انه وكاله الادويه الاوروبيه او الناس ديال اوروبا ما معترفينش باللقاح الصيني. داكشي علاش تيقول لك الناس اللي ملقحين بسينوفار او لا ما ملقحينش غادي يديروا التست بي سي ار من هنايا، وملي غادي يوصلوا وما يمكنش يسافر الا اذا كان شي سبب قاهر، عادي يقدر يخرج يمشي يسافر، وملي وصل تما يدير الحجر الصحي. اليوم الخبر ديال هاد العشيه هادي قال لك ان الدول الاوروبيه غادي تفرض الحجر الصحي على المغاربه. كما كتعرفوا المغرب كيدير على المغاربه حتى اللي عندهم اللي تلقحوا بلقاح استرازينيكا. هادشي هادو معطيات صحفيه قالوا هاد العشيه هادي بقرار يقضي بعدم فهمتي الاعتراف بلقاح استرازينيكا المصنع في الهند. كما كتعرفوا اللقاح السويدي البريطاني راه كاينين جوج، كاين اللي كيتصنع في الهند وكاين المصنع في اوروبا. قال لك اللي تصنع في الهند كيحتوي على تركيبه معينه ماشي بحالها اللي كيصنعوا في اوروبا، لهذا غادي قال لك غادي يمنعوا فهمتي وكاله الادويه الاوروبيه غادي تمنع اولا غادي تفرض الحجر الصحي على المغاربه اللي غادي يمشيو من هنايا واخا يكونوا لقحين باسترازينيكا. كما كتعرفوا في ديبيو ديال جوان كانت فرنسا قالت لهم اللي ملقح بلقاح سويدي استرازينيكا يقدر يجي يدير غير تيست وغادي يمشي، ولكن مؤخرا هاد العشيه اللي قال لك اسيدي اللقاح المصنع في الهند استرازينيكا تلقح بواحد التركيبه مختلفه على اللي تيصنعوه في اوروبا. يعني قال لك غادي يفرضوا الحجر الصحي على الناس القادمين من المغرب او لا اي دوله كتلقحات الشعب ديالها باسترازينيكا، اذا غادي يفرضوا عليه الحجر الصحي كما كتعرف. هذا واحد الخبر. الخبر الثاني هو انه المغرب غادي يعلق الخط البحري اللي كان باغي يدير من بورتيماو بورتوغال لطنجه ميد لاسباب قال لك كورونا متفشيه في البرتغال وحابسين هذا الشيء. يمكن من دابا 15 يوم عادي يقدروا يطلقوا داك الخط البحري بين البرتغال والمغرب، لهذا الناس ديال المغاربه اللي في اوروبا اللي في برا بلا ما يعذبوا راسهم يمشيو بالطوموبيلات ديالهم حتى البرتغال وغادي يردوهم. حيت كاينين شي ناس مشاو من فرنسا ومن اسبانيا ومن دول اللي قريبه للبرتغال مشاو حتى لبورتيماو وفهمتي لقاو الناس ديال البرتغال ما على بالهم حتى شي حاجه، مازال ما وصلتهمش الاخبار بلي باش يطلقوا هذا الخط البحري، وكيصيفطوا الناس يقول لهم سير للقنصليات ديال المغرب وما كاين لا جواب لا حتى شي حاجه. المغاربه كما كتعرفوا في القنصليات على برا ما جاوبهم حتى شي حاجه وكاينين شي وحدين حاصلين، لهذا تنقول لهم الناس اللي باقي ما مشاوش البرتغال بلا ما يعذبوا راسهم تيخرج شي قرار رسمي. هادشي اللي كاين الاخوه. بالنسبه لاوروبا راه كورونا متفشيه طلعت عندهم القضيه بزاف هاد الايامات، كما كتعرفوا 10 الاسابيع ولو 8 الاسابيع الاخيره كانوا الاحصائيات ديال الناس المصابين بكورونا غادو كتقل، ولكن مؤخرا مع كاس اوروبا والتنقلات اللي كاينين دابا حاليا في الاتحاد الاوروبي ارتفع عدد الاصابات و 90% قال لك منها من السلاله المتحوره. هادشي اللي كان الاخوان بالنسبه للموضوع. دابا غندوزو للموضوع اللي كيهمنا كاملين، نصائح اللي غادي نقدم لكم على الفيزات مؤخرا. كما كتعرفوا فرنسا طالقه واسبانيا، فرنسا غير الناس اللي اول مره، ولكن واحد القضيه غادي نقولها لكم باش كلشي غادي يستافد منها. الناس اللي كانوا دفعوا العام اللي فات فيزا ديال فرنسا سياحه مثلا دفعوا في شهر الاخر ديال شهر جوج وداروا الديبار في شهر ثلاثه، اولا دفعوا في شهر ثلاثه وما سافروش سواء كانت عندك عام او لا 6 شهور او لا اول مره كنتي دفعتي، غادي يعاودوا لك الفيزا ان شاء الله ملي غتمشي تدفع دوسي جديد، ولكن ما غاديش تخلص فلوس الفيزا. يعني اللي فرد الفيزا ديك 150 درهم راه ما غاديش تخلصها، يكفي انك تكون عندك ديك فوتوكوبي ديال الفيزا تاعك غيشوفها تقول لهم ودي انا راه سافرت زعما دفعت الفيزا و 12/3 وما سافرتش بها، يا غتدي معاك هذاك الروسي ديال الخلاص اللي كنتي خلصتي 850 درهم، يا انك غادي تقول لهما راه غير كيطابيو داك النيميرو ديال الفيزا ولا داك النيميرو ديال الفيزا اللي عندك في تي ال اس راه كيخرجوا لك هذاك الروسو ما كتخلصش مره اخرى. هذه من جهه.
من جهه اخرى كاينين الناس اللي عندهم فيزا ديال عام او 6 شهور مثلا وباغيين يدفعوا لفرنسا مثلا. حنا نعطيو مثال للناس اللي عندهم عام. الراجل عنده عام ديال الفيزا والمراه ما عندهاش عام ديال الفيزا مثلا، باغيين يدفعوا للمراه. ممكن المراه هنا في الرباط او فاس كازا قال لك ماشي ممكن دير هذه القضيه هذه، ولكن في الرباط المراه ما عندهاش العام تقدر تمشي تدوز على حساب راجلها. حتى الا كانت مثلا الراجل كان عنده عام ودفع بوحديته والمراه دفعت من مورا ما عندهاش عام، يكفي انه تجيب عقد الزواج ديالهم والفوتوكوبي ديال الفيزا ديال الراجل القديمه والجديده ودفع سون بروبليم، ما كاينش المشكل. حيت في كازا واحد البيبي يلا تزاد مثلا عنده عامين او لا يلا تزاد ما كانتش عنده الفيزا ما كيقبلوش، يعني خص ضروري تكون عنده فيزا ديال عام. يعني هاد لي زانستركسيون لي دايرين ماشي كل مدينه بوحديتها، مثلا الرباط وفاس راه قابلين هاد القضيه هادي. يعني الا كان شي واحد اون شارج انت غتاخدو دير ليه الضمانه راه ممكن يدخل واخا ما يكونش عنده فيزا ديال عام. المواعيد كما كتعرفوا اليوم طلقوا شي مواعيد خلال الناس خداو لي رونديفو ديالهم، غادي يدفعوا السيمانه الجايه ان شاء الله من لوسان حتى لوناف. المره الطلقه الجايه ان شاء الله غادي تكون مورا 12 في شهر 7 غادي يدير واحد السيمانه واحده اخرى. واحد السيد كان تيسولني قال لي مثلا الناس اللي خدامين في كازا وساكنين في الرباط قال لك راه بغا هو يدفع في كازا، تيدوز فيها نهار كامل بغا يدفع في كازا. ممكن اخويا يدفع في كازا، سواء كتدفع على جوج الحاجات، الا كان عندك باسبور العنوان ديالو كتدفع على حساب العنوان وكتدفع على حساب الخدمه، يعني هادشي معروف على حساب انت اللي بغيتي، ما كان ديال الخدمه او لا ما كان السكن اللي تابع ليها ممكن تدفع فيهم بجوج اللي بغيتي نتايا ما عندكش مشكل. فيزا ديال هولندا المواعيد راه كاينين وزياره عائليه، ولكن فيزا توريست ما كاينش، يعني الا كانت عندك شي عائله تما تقدر تمشي تسافر يصيفط لك لي بيرجمون تمشي تشوفهم ما كاينش مشكل. كندا كما كتعرفوا بغيت ندوز على تقريبا الدول اللي كيسولوا عليهم الناس بزاف. فيزا ديال كندا كاين ديبو اونلاين مازال محلين فهمتي، يعني تقدر تدفع ديبوزيتوس ديالك اونلاين ولكن غتسنى 8 شهور لا غاديش يجاوبوك حتى غتسرف. فيزا ديال الانجليز ديما المواعيد راه متوفره قريبه دفع، كان عندك دوسي مزيان الاخوان تنهضر على الناس اللي عندهم دوسي مزيان راه فيزا غتخاد. راه كاينين الناس تقدروا متواصل هنايا ومشاو دفعوا الفيزا وعطاو الفيزا ديالهم ما كاينش المشكل. كاين لي واحد الاشكال اللي علاش كيرفضوا الناس الفيزا ديال الانجليز بزاف، انا نعطيكم واحد السبب، يا كتكذب يا عندك صالير ديال 6000 10000 درهم وكتقول لهم في المثال انا راه كنخسر 7000 درهم في الشهر، وملي كتمشي تيقول لك شحال غتخسر تما ديال الفلوس كتقول لهم انا غنخسر 5 ديال المليون. كيفاش اخويا نتايا كتخسر 6000 درهم هنايا في المغرب وغتمشي في 15 يوم تخسر 5 ديال المليون ضربتيها في 5 ولا 6 ديال المرات راه ما تيتقبلاش العقل. يعني بلا نخصكم شويه منطقي، نتايا عندك اخويا صالير فيه 7000 درهم وكتخسر هنايا في المغرب مثلا 5000 درهم في الشهر، ماشي غتقول لي انا راه غادي نمشي نخسر في المجلس زعما راه انت راه بريكاد غتقول لهم انا غادي نخسر بزاف ديال الفلوس يعطوك الفيزا. لي غوفي بونكار حطيتي شي مونطون كبير جوستيفي حطيتيه ما جوستيفيتي صافي يفضوا لك الفيزا. يقول لك اخويا 21 شهر 5 راك حطيتي واحد المونطون ديال 50000 درهم ما كاين جوستيفيكاسيون علاش حطيتيها ومنين جبتيها. ويقدر يقول لك اخويا الخدمه اللي كدير هاد لي مونطون الكبار ما عندهمش علاقه بهاد الخدمه، الا عاقوا بك مثلا تسلفتيها. يعني خاصك ديك شي منطقي، خصوصا نهضر لكم خصوصا تنهضر خصوصا الناس اللي عندهم الفلوس، اللي عندهم فلوس قليله شويه، ماشي انت عندك 50000 15 مليون في الكونت وتقول لهم تمشي تخسر 5 في 15 يوم راه ما كيتقبلش العقل. انا غنرفض لك الفيزا عاد واحد هو خدمته هذيك راه ما غاديش يدوز عليه. المهم المواعيد راه كاينين ديال الانجليز الاخوان. فيزا ديال الميريكان كاين جوج حالات، كاينين الناس اللي غادي يدفعوا اول مره المهم راه قرايه وديك الشيء راه كاينين باينين لي رونديفو ديالهم قرايه واخا بعيده شويه راه كيقربوا ليهم. فيزا تويس كاين جوج حاجات، كانت عندك فيزا ديال الميريكان في 48 شهر الاخران يا سالات ممكن تدفع في ارامكس ديال كازا رباط راه سادينها غتدفع غتعمر 260 وتاخذ الرونديفو ديالك كيعطيوه ليك عندك من 8 ونص حتى 12 ونص من 2 ونص حتى 6 ونص هادو في اي نهار بغيتي تمشي من 2 حتى الجمعه. الناس اللي فايت سالات لهم اللي سالات لهم الفيزا مؤخرا ديال الميريكان، اما الناس اللي اول مره راه غادي ياخذوا الرونديفو اللي كاين في شهر 10 وغيدوزو لانترفيو غيديو معاهم الوراق. اما الناس كما قلت لكم اللي غادي يجددوا الفيزا ديالهم ديال امريكا يكفي انك تعمر داك 260 صويره 5 سيور 5 باسبور القديم والجديد اللي عندك
وهذيك الورقه ديال الرونديفو اللي عندك وكتمشي للاراميس كتحط الدوسي ديالك 3 سيمانات كيجاوبوك بالاوكي وكتاخذ الفيزا. هذا من جهه. من جهه اخرى اسبانيا الناس اللي عندهم مشكل بالنسبه لاسبانيا، الناس اللي مثلا اللي كانت واخده رونديفو ما مشاتش وملي مشات تاخذ رونديفو واحد اخر لقاو باسبور بلوكي، لقيتي باسبور بلوكي ما يمكنش تاخذ رونديفو. ممكن تزيد شي نمره تيلي نمره، ولكن نمره شي نمره باش يدوز ليك نمره الباسبور، بحال نمره الباسبور غلطه. انت كتمشي لوفا كاش مثلا بلد كاش وما تتخلصوش من عندك حيت نمره الباسبور غلطه. ممكن تمشي لبالاس وتقول لهم انا راه مثلا كنت خديت واحد الرونديفو هادي شهر اولا 15 يوم وما خلصتوش وعندي النمر ديال الباسبور مبلوكي، شنو غادي ندير؟ انا مشيت سولت على هاد القضيه هادي تيقول لك سير اخويا خلص بريد كاش ما بغاوش يقبلوا من عندك، اجي الغد اجي الغد مثلا اولا نهار رونديفو راك غادي تخلص في اي بي وغادي تدخل. يعني انت غتخلص الرونديفو تخلص في اي بي وغتدخل حيت غلطتي في النمره ديال الباسبور كما قلت لكم اولا في الاسم ديال الرونديفو. لي ريزيرفاسيون ديال لوطيل كيما كتعرفوا اسبانيا راه كيعيطوا كيسولوا، يعني ملي غدير ريزيرفاسيون ديال لوطيل حاول ما امكن ما تانيولاش قبل ما هذاك الوقت اللي هما غادي يعيطوا يسولوا واش كاينه بصح القضيه، حيت اسبانيا واخدين هذا سبب باش ملي كيرفضوا لك تيقول لك اخويا ريزيرفاسيون نون كونفيرم بالعاني. هما راه عارفين ريزيرفاسيون ديال لوطيل راه كديرها في اجونس كدوز واحد المده كتانيولا، الا ما انيوليتيش راه كيدو لك الفلوس. يعني هما كيلقاو القهوة سبب باش يبقاو يرفضوا، لا رفضوا لك علاش اخويا رفضتي ليا لا راه عندك ريزيرفاسيون ما ماشي بصح. حاجه اخرى الاخوان، موعد ديال 6 شهور شهر شهرين اول مره في فرنسا راه باقي ما كاين حتى شي حاجه، الا كانت شي حاجه راه غادي نعلمكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.